السلام عليكم. عقب ما صليت الجمعة أتفكر أقول الحمد لله إني مسلم. إي والله يا أخي، يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. من الجمعة ذيك إلى الجمعة ذي، والله ما نذكر الله يتوب علينا وش طحنا فيه من المعاصي ومن الذنوب، وش قصرنا فيه من الطاعات. كل بني آدم خطأ، الله يتوب علي وعليكم. لكن مثل هالصلوات هذه تكفر الخطايا تطهير وتكفير معنوي وحسي. بالوضوء شيء حسي، وضوء تتساقط الذنوب، بالصلاة تطهير معنوي. فأقول الحمد لله يا رب، يا ربي الحمد لله المسلمين، الحمد لله إنك إذا صرت تصلي قل الحمد لله. ترى في غيرك بالاسم مسلم لكنه ما يصلي، قل إنه مسلم. ولا تطهير لا حسي ولا معنوي، راكبته الذنوب ركب لا تتساقط منه إذا ركع وإذا سجد ولا شيء. أنت الحمد لله، قل الحمد لله. يا ربي الثبات، يا ربي لك الحمد.